حب ضيوفي كباتن مصر وكباتن النادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم وكابتن ربيع ياسين كابتن عادل عبد الرحمن. كابتن شريف ابتدي مع حضرتك وهارد لك النهارده، خساره نقطتين، بالتالي النادي الاهلي لسه عنده طبعا مباريات قادمه، ولكن كانوا نقطتين مهمين جدا او 3 نقاط مهمين جدا للنادي الاهلي، خصوصا ان هي تكون على ارضه، كنت محتاج انك تاخدها بشكل كبير. والله يا كابتن معاك حق، احنا خسرنا فعلا عن طريق اخر لمسه. اخر لمسه لو بتترجم من باكا ومروان محسن ووليد سليمان بتركيز كويس، وانك انت بتشوف الجون مفيش ضغط عصبي عليك، كنت انت ممكن تطلع 2-3 النهارده فارق. كان يعني قد يتهيأ للبعض ان النتيجه عادله، لكنها هي غير مسار المباراه تماما. فرقه الترجي واقفه مستسلمه لك انت عشان تحرز الهدف امتى؟ زي ماتش الملاكمه كده، انت بتهجم بتهجم بتهجم، لعيبتك بتتوغل في الملعب، انما اللمسه الفرديه اللمسه الجماعيه موجوده على شكل متسرع شويه، احنا اللي حذرنا منه ان احنا نبقى متسرعين، فكان في ميز باص كتير قوي وبيروح لفرقه الترجي اللي بترجم منه الثقه لنفسها في وسط الملعب. لا ليس اكثر حقيقه، احنا ما شفناش فرقه الترجي دي المباراه كابتن. احنا ما شفناش فرقه الترجي دي تاني تايم يا كابتن، كلنا واحنا قاعدين بنشوف. احترمنا طبعا فرقه الترجي ولا الاول كمان يا كابتن، يعني النادي الاهلي النهارده لو في حالته الطبيعيه في ظل لو في اكتمال لعيبته في ظل الاصابات والنادي دي موجوده وازار وبقيه الفرقه الاساسيه وباقه واجاييه والناس دي، ما افتكرش ان انت كانت المباراه دي هتطلع على مستوى الترجي اللي انا شفته ده اقل من 3-4 يعني النهارده. فغير الهدف طبعا بنسبه 95% هو الحكم بريء منه، اللي دبس الحكم فيه اللاين مان يعني، وانا ما اعرفش ليه خد القرار بسرعه كده، مع ان في الراجل الليبرو ده اللي غطى على الاستوبر المساك وقطع كويس مروان، كنا عايزين الكوره دي بقى تبقى كتير قوي في الملعب. احنا النهارده كانت اللمسه الاخيره حتى لما نزل صلاح محسن ما قدروش يعملوها، عملوها بس مش بالشكل الصحيح بعد الزياده العاديه جوه ال 18. اخر تعليق ليا ان بعض التغييرات كانت متاخره كتير قوي، يعني دخول بعض اللاعبين مش لازم يخشوا عن طريق الاصابات بس، ولكن عن تغيير وشكل. ده انا شايف الترجي مش قادر بهذا الشكل، كان لازم انا اطمع في المباراه واخلي الخطوط بتاعتي تتقدم اكتر من كده، وما العبش على ان انا اخاف ان كره عرضيه او كره مرتدة تخسرني 3 نقاط، إنما قدر الله ما شاء فعل، وبإذن الله المباراة هناك أو المباراة اللي جاية هنعوض الفارق النقطتين ده إن شاء الله. كابتن ربيع، يعني رأي حضرتك في مجمل المباراة، شوطي المباراة، الشوط الأول والشوط الثاني، مجمله كابتن بالنسبة لحضرتك؟ لا طبعا يعني بشكر اللعيبة، بشكر الجهاز الفني على إن إحنا يعني الحمد لله في ظل الظروف الصعبة دي، خد بالك 7-8 لعيبة محمد إن يغيبوا من تيم كبير بحجم النادي الأهلي، أعتقد إن في أي تيم يقعوا، انما انت النهارده انت خرجت 0-0 المشكله يعني. الحمد لله انت ليك عوده في الترجي هناك في تونس، بتكون قوتك بامر الله الهجوميه ورجعت الدنيا كلها رجعت افضل واحسن، يعني احنا ما نقلقش. النادي الاهلي من وجهه نظري انا فوارق كبيره بينه وبين الترجي في الفنيات، يعني الترجي فريق اسمه مرعب واسم فيه قوه هجوميه وفيه افراد وفرديات، لكن النهارده هو على المرمى راح كم مره ووصل كم مره، خد بالك المجمل التحصيلي بتاعه الهجومي في الثلث الامامي علينا في النادي الاهلي بعيد كل البعد. هم عندهم نسبه استحواذ، ان عندهم نسبه مدافع، ان عندهم كسره عدديه وكثافه دفاعيه، انما هجوميا ملهوش يعني متوقع جدا يعني. نعم؟ كان فريق الترجي كان متوقع ان هو يلعب بالشكل يعني الاسود يا محمد، ان احنا الحمد لله نشوف عايز اعرض لك حاجه، الاهلي غايب 7-8 منه من افضل لاعبي منتخب من مصر وما روحش، يبقى ازاي يعني؟ بس هو راح قول لي طيب انا بتكلم على الترجي. انت بتتكلم على الترجي، ما بتكلمش على الاهلي. الترجي ولا ما روحش يعني كان فرصه، فانا بشكر لعيبنا ده ان هم لحد احنا رحنا احنا وصلنا، خلي بالك بس خلي بالك هي الفعاليه بتاعت باقة والسوليه ووليد وميدو ومروان كانت على فترات، انت شفت باقة بس في 3 فرص حقيقيين، واحده مروان زائد الجول الاوفسايد اللي اتسجل، هو ده انت يعني انت نسبه استحواذ كبيره جدا، انك رحت انك شكلك كويس مش وحش الحمد لله، اخطائنا قليله جدا، ما كانش في انت الفعاليه الهجومه ده طبيعي جدا لازم تتاثر بانهاء الهجمه يا محمد، خد بالك باقة ده عنده حسن التصرف كان ممكن يسجل، انما انت مشكلتك انك كنت بتروح بتلي هجمه بترابط 4 مهاجمين مع راس حربه بيروح تخلص. العقل المفكر النهارده انت بتفتقده، واخد بالك البني ميكر اللي بيقعد يظبط لك التمرير الحاسم في التلت الاخير، واخد بالك الفاعليه الهجوميه على المرمى هي اللي كانت بعيده، انما الشكل العام الفني
جيد والنتيجه 0-0 ما تقلقناش ابدا ابدا ابدا. كابتن عادل يعني وجهه حضرتك نظر حضرتك في جزئيه الفريقين، يعني انا من وجهه نظري النهارده الترجي كان بعيد تماما عن المستوى اللي انا كنت متوقعه حتى لملاقات الاهلي. الترجي كان بعيد لكن وصل لغرضه. يعني تلعب خارج ملعبك فاكيد يعني ليك هدف انك تاخد بونت او تاخد الثلاثه بونت، مش فرقه بتيجي عاوزه تخسر، لكن هو خد البونت فخد هدف بغض النظر عن اي حاجه. احنا بنتكلم كره قدم وارقام، دي واحد. اتنين، واحنا بنتكلم على النادي الاهلي في ظل الغيابات، فعلا كابتن ربيع قال كلمه مهمه جدا، غيابات كبيره تاثر في فرق كبيره، دي حقيقه. لعيبه متمرسين على التهديف، لعيبه كويسه جدا، لعيبه لعبوا كتير قوي السنه دي وكان في تجانس ما بينهم وما بين بعضهم فغابوا. النادي الاهلي كان عنده تاثير، كمان الظروف الصعبه اللي النادي الاهلي بيعدي بيها في ماتش الزمالك وبعدين ماتش الاسيوطي. لازم نقول نعترف ان دي ظروف صعبه. النهارده المفروض تخرج بيها كابتن بالمباراه زي كده. شوف يا كابتن اقول لك حاجه مهمه، الظروف الصعبه يعني. انت يا محمد برضه عندك ناس كتير جدا. مفيش شك يا كابتن، مفيش شك، بس احنا الاهلي بما ان حضر زي ما احنا بنتكلم ماشي، ما حضر عملوا اللي عليه. صحيح، بس في حاجه يا كابتن ربيع مهمه لازم برضه نتكلم فيها. احنا عندنا مشكله ما في الفرقه، بمعنى تعرف تحط ايدك عليها كابتن؟ يعني انا بيتهيألي من وجهه نظري، يعني انا بتكلم على النهارده مش المباريات اللي فاتت، احنا واخدين دوري ومن حقهم اللعيبه، والاسيوطي سرق المباراه بحكم من وجهه نظري، يعني مش بلعب، بحكم. لكن انا بكلمك على النهارده، انا حطيت ايدي على حاجه مهمه النهارده، التغيير اللي كانت بتاعت السليه. انا كنت اتمنى ان هشام محمد اللي يكون موجود. ليه يا كابتن محمد؟ فاكر احنا دايما الكابتن حسام كان هو اللي بيرد على التغيير ده دايما. فاكر لما احنا كنا بنقول حسام عاشور السليه صوره واحده في اللعب، في الباص، في التحرك، يجب ان هشام محمد يبقى بيعرف يدور، بيعرف يباص، بيعرف يستحوذ على الكره اللي احنا بنستحوذ عليها، بنعمل حاجه كويسه، صح؟ لما كان النادي الاهلي يتاخر شويه كان الكابتن حسام البدري بيعمل ايه؟ بيشيل واحد من الديفندرات وبيحط واحد بلاي ميكر جنب الراجل ده عشان بيلعب على ملعبه، عايز يكسب وعاوز يكسب، انت فاهمني؟ النهارده حصل تغيير احمد فتحي، انا بتهيالي دي قلبت برضو الحته بتاعت التنظيم الهجومي. لو انت كان هشام محمد كان نزل، افتكر كانت التنظيم الهجومي والباص والتمويل ممكن يبقى افضل كتير قوي. لكن احمد قريب من حسام عاشور شويه كابتن حضرتك، يعني قريب جدا طبعا. يعني احنا دايما نحط احمد فتحي في وسط الملعب، اي مدرب في الدنيا يحط احمد في وسط الملعب علشان احمد جزء الدفاع قوي، عنده حركه كويسه، بيقطع كويس قوي، لكن ما عندوش حته انه يبقى بلاي ميكر، ما عندوش حته انه يباصي لقدام. احمد فتحي ممكن يشوط كوره، احمد فتحي ممكن يجري على قدام، لكن هو الكابتن حسام حس ان فرقه الترجي اقويه زي ما احنا اتفقنا في وسط الملعب، فحب ان هو يقوي نص الملعب تاني. لكن افتكر ان هشام محمد لو كان موجود ونزل كان امتلكنا الكره اكتر، بالاخص ان انا شفت الترجي بحاله يعني ضعيفه جدا بدنيا، لان الترجي لازم تعرف يا كابتن محمد انه النهارده بيلعب اربعه راجعين من اصابه، اربعه ما لعبوش بقالهم ثلاث اسابيع واكتر من ثلاث اسابيع كمان، اللي هو شمس الدين الزوادي، وعندك كمان حسين الربيعي ده بيلعب مضطر، وعندك هيثم الجويني، وعندك طه ياسين هو اللي كان بيلعب المباراه اللي فاتت، ومحمد علي منصور ما كانش بيلعب كتير، فدول راجعين عشان مباراه النادي الاهلي، فكان في اجهاد وكان في يعني عايز اقول لك عدم جاهزيه للترجي. احنا ما استغلناش تاني شوط علشان الحته بتاعت الخوف من انك تخسر، الخوف ان الكوره ما عندك، الخوف ان الكوره مش ماشيه معانا، ودي برضو من حاجات مهمه. الكوره بتعاندنا بقالنا ثلاث اسابيع واكتر، يعني اللي هي ماتش الزمالك والاسيوطي وجايه النهارده الترجي. يعني انا متاكد تماما، والكابتن سمير عثمان اكيد هيتكلم في الموضوع ده، اني انا شايف وهو اللي هيقول، يعني هو المتخصص عننا، ان الكوره دي فيها حاجه، الهدف اللي دخل نشوفه مع الكابتن سمير عثمان احتمال يبقى هدف، تبقى برضو من ضمن الظلم اللي النادي الاهلي اتعرض له اخر ثلاث اربع مباريات، ظلم تحكيمي غير عادي.
يعني مش عارف مبرره ايه. مش هنحطها على جزء التحكيم يا كابتن، ولكن هي مش يعني هي واضحه وممكن يعني تتخدع فيها. كابتن محمد انا مش بتكلم على الكره دي، انا بتكلم على اللي بيدخلك في الدوامه ايه. اللي بيدخلك في دوامه انك انت تبقى مشدود ايه هو؟ لما ماتش زي ماتشات تتظلم فيها الحكم يلغيهولك، فانت في ظل انك انت في موقف صعب. احنا بنتكلم النادي الاهلي اصابات كتيره قوي، وحتى كمان سوء حظ النهارده السولية بيتعور في وسط المباراه، وانت انت رايح تعمل حاجه كويسه، ووليد سليمان كمان بيبقى في اصابه، والحمد لله ان الشناوي كمان بقى جاي، يعني الحمد لله انه ما تعورش تعوره قويه. فانا عايز اقول لك انه النادي الاهلي مروره بالحاجات دي ناتج ان هو خد البطولات وريح نفسه بقى كويس قوي، وربنا يعني انا شايف انه فرصه كويسه ان النادي الاهلي يعني نتكلم على الموسم اللي قادم بعد ماتش كامبالا. وانا كنت اتمنى كابتن تفوز النهارده وتفوز في كامبالا او تعمل نتيجه ايجابيه، وبعد كده الامور عندك تحل الامور دوري المجموعات ملحوق يا كابتن. يا رب ان شاء الله. كابتن شريف خليني اقول لك، احنا جزئيه حسن التصرف ما بقتش موجوده عندنا بالشكل القوي. ممكن تبقى اسبابها ايه يا كابتن؟ هل التحركات، هل عدم التزام بالاماكن نفسها؟ يعني يمكن انت بتروح تلاقي وليد سليمان رايح، تلاقي كباكا رايح، لكن عدم حسن التصرف ان انا اباصي الباص السليم مش موجود خالص عند النادي الاهلي في الجزء الامامي بالذات يا كابتن. بص يا كابتن، هو اذا كان الترجي اربعه عنده راجعين من اصابات وكلام من ده، فانت فرقتك كلها عندها حاله ارهاق تام. حتى انت قلت كلمه دلوقتي، عدم التحركات. الراجل لما بيستلم الكوره وليد سليمان وكمان عايز يشتم اي حد بيعمل اختراق، اي حاجه يعمل هو دور عبد الله ويعمل الشيب، يعمل اي حاجه. مفيش غير الراجل، حتى مروان محسن، عشان كده كنا دايما بالنادي يبقى فيه اتنين فراوده مش فرود واحد هو اللي يشيل ماتش زي ده اتاكينج في ملعبك، فتبقى انت تستغل فرصه ان الترجي النهارده كمان ما كانش في الحاله اللي هو احنا عارفين. يعني انت بتنادي في الوقت ده كابتن ان لازم يبقى اتنين موجودين مع بعض. انا على طول بنادي ان مش هينفع مروان، حتى لما نزل الراجل اخر 7 دقايق ولا 8 دقايق عمل شكل عندك وثلاث اربع تجوان كان ممكن يكونوا واحده منهم هدف. مش لازم كل لعيب بيجي عندنا بيضيع جون او اي حاجه. لعيبه يا كابتن عادل نقول عليه لعيب مش قد الثمن اللي جه بيه، لا طبعا مش لعيب كويس، لا ده لعيب صغير ده، لا انا استحملت وليد ازارو كتير قوي، استحملت فلافيو كتير جدا. فاحنا عايزين نبقى اتاكينج على اللعيبه بتاعتنا اللي هي البروميسنج. الحقيقه الولد بيتحط في مواقف كتير وبيتحط في حاجات، فانا شايف ان هو كان لازم ياخد من بدري اكتر، كان هتفرق معاك الطفره دي كويس قوي. فانت زي ما قلت تحركات اللعيبه لبعضها عامله حاله، انت شايفها عامله حاله خمول، نقل الكره السريع، حتى الاطراف عندك النهارده بتشتغل بحساب جدا. احمد فتحي بيشتغل بحساب، ولما دخل نص الملعب بقى بحساب اكتر. ومحمد هاني انا ما شفتوش، محمد هاني اول ما نزل ثلاث اربع كور مقطوعين منه عاملين كونتر اتاك علينا على طول. ده بينزل، ده انت كمان بس باص كمان بينزل الثقه. ده لولا ايمن اشرف النهارده فدائي، ويعني واخد على عهده ان مفيش حد هيجي في المنطقه دي ومحدش هيجي لنا هنا، وانا مش هتغلب النهارده وانا ضد كل الظروف اللي انا فيها، كان هيبقى الشكل برضو الكور اللي احنا بتقطع مننا. وحاله ارهاق عام في الفرقه، حتى السوليه ده لما تشوفه كده ممنوع يتعور. ها النهارده عيني اي حد بيخش في اي حد بتلاقيه وقع، والراجل بيلعب فوق طاقته. وليد سليمان النهارده لعيب هو زي النحله اللي انت قلت عليه، عدم تحرك اللعيبه لبعض يعمل مشاكل لوليد، يعمل اصابات للعيبه بتاعتنا كلها، يدخلك في كور مشتركه ملهاش اي لازمه. تقدر انت تعمل الانسيابيه اللي انت كنت متعود بتلعبها ايام كانت فرقتك سليمه ومتكامله، كان اجاييه وعبد الله وبقيه الفرقه واحمد فتحي باك رايت ومعلول باك ليفت او صابر رحيم، ما كناش بنحس بالفرق الكبير، ووليد سليمان موجود، وبتحط اي حد بقى ساعتها، ميدو جابر بتحط، اسلام محارب بتحط، دي زيادات عدديه، بتجيب حمودي بيلعب كان عندك اللعيبه مش لاقي، مش عارف تخلي مين يلعب ولا مين يلعب ولا مين يشترك. دول كانوا عندهم فرديات عاليه جدا، حافظوا بعض وعملوا دويتات، عملوا كوره كبيره جدا. فانا يعني بشفق على لعيبه النادي الاهلي من الارهاق الكبير اللي هم فيه، وبشفق على الجهاز الفني كمان ان هو مش قادر يا عيني حتى دلوقتي يلملم لعيبته ويحطها على الضوء الاخضر اللي هو يقدر. بس يبقى في اثنين ثلاثه لعيبه مديني يعني الضوء الاخضر. يعني احنا يهمنا إن الامور دي، يعني حته لملمه اللعيبه وان يبقى احنا الاداء يرجع للوضع الطبيعي،
لان احنا داخلين على مرحله مختلفه. كابتن فاروق، النادي الاهلي ما وقفش بقاله سنتين عن الكوره، اللعيب بتاعك بيلعب معاك بطوله، بيخلص البطوله يخش على بطوله ثانيه، يخلص بطوله يخش على افريقيا، بيخلص افريقيا يروح مع المنتخب. هو ده النادي الاهلي. طيب يا كابتن، يبقى انت معاك بس القوام الاساسي بتاعك، القوام الشكل بتاعك، بتطلع 7-8-9 لعيبه اعارات، يعني عندك من الشكل اللي انت بتقدر تتمثل فيه. مش هنيجي نتكلم دلوقتي وهو عيني مفيش لعيبه هو معتمد عليها، عندك هداف الدوري بتاعه مش موجود، اللعيب اللي جاي اللي احنا حاطين عليه كل الامل النهارده مروان، ده راجل خارج من صليبي من رجله، ده بيقولوا ايه، استشفى، راجل بيطلب من استشفى في الملعب عشان يخش ضمن 2-3 من اللي هم بتوع الترجي اللي بيدوسوا وبيعملوا، ونيجي لنا النهارده تقيله برضو شويه انك تلف وتاخد الكوره وتعمل عليها الفرقتين، الحقيقه مش علينا بس. انا ما زلت مصمم ان في حاله ارهاق لعيبه النادي الاهلي وعدم توفيق بنفس الوقت برضه. كابتن ربيع، واحنا في الدقيقه 67 انا وانت لاحظنا هجمه كانت للنادي الاهلي، كانت وليد سليمان، وما اعرفش كان صلاح محسن كان نزل ولا لا، كان لسه باكا موجود، والناحيه الثانيه كان ميدو جابر. واضح جدا ان احنا بنتكلم عليه حسن التصرف، هل ده يا كابتن بسبب عدم التاقلم مع بعض والاول مره يلعبوا هم الثلاثي مع بعض، ولا الامور بالنسبه للعيبه في للحاله البدنيه نفسها بخليهم يدوا الباص غلط او يتحركوا بشكل غلط؟ بص، اولا محمد الله، احنا كنا لعيبه طبعا، الله يكون في عون اللعيبه، ان انت من الخميس اللي فات لدلوقتي 9 ايام بالظبط، 9 ايام فيهم 3 ماتشات ب 270 دقيقه، ادي واحد، 9 ايام فيهم 3 ايام استشفاء، يبقى دي 6، واخد بالك؟ يبقى المحصله عندي عشان يعني يا دوبك جوانب خططيه على الواقف، ده شغل التدريبي بتاع حسام البدري، كابتن حسام. احنا ما فيش شك ان خلينا واقعين ان الفوارق كبيره جدا ما بين الاساسي وبين البديل، لان انت برضو كان عندك قوه كبيره جدا في شكل هجوم الفرديات تفتح لك الثغرات الدفاعيه اللي موجوده. الحلول الفرديه لها دور كبير جدا في المواقف اللي زي دي، وخاصه انت الترجي النهارده بيدافع بعد كبير جدا جدا، انما الحلول الفرديه في المهاره، في الفكر، في سرعه التصرف، انت عندك حلول فرديه، يعني عندك في التلت الاخير ده مطلوب تمرير بدقه، تمرير حاسم، تحرك، واخد بالك، ترابط، جاري كتير، ومساعده، يعني واخد بالك، انت كله كان بيساعد بعضه، كنت بتلاقي عبد الله يساعد جاي، وجاي يساعد وليد، ووليد واخد بالك يساعد ابو صلاح محسن، انت فاهم؟ صحيح. النهارده هو ده هو ده هو ده شغلك. انما انت قلت كلمه محمد برضو، ان اول مره التشكيله دي من سنتين تلعب مع بعض، صحيح، والجزء الامامي بالذات يا كابتن، الجزء الامامي اللي هو بتروح عشان تخلص، انت بتلعب هجوم ضد دفاع النهارده، نسبه الاستحواذ الشوط الثاني عاليه جدا للنادي الاهلي، صحيح، وصلت، بس هو الحلول اللي المفروض تبقى بديله يا محمد في الثوابت، يعني عندك النهارده ثوابت كثيره جدا، دي لازم اعتمد عليها، يبقى ليها شغل رئيسي مهم جدا عند كابتن حسام واللعيبه، ممكن كرر اجيب جول، النهارده متوسط الكرر عندي تقريبا 5-3، 5 اهلي لثلاثة الترجي، الثوابت برضو، التصويب، دول حاجتين مهمين جدا لازم برضو يتراجع. وده حل فردي برضو كابتن، التصويب طبعا يعني حل من الحلول لما تلاقي الدنيا متقفله كده، تصويب لعيب بيقدر، واحنا صوابنا خلي بالك التصويب النهارده كان 5-2، يعني خد بالك احنا عندنا نسبه هم عندهم نسبه، بس مش مؤثر، مش على مؤثر برضو، ده دي حلول كانت موجوده. النهارده عندك انت يعني لو انت الامور احسن والامور افضل كنت ممكن في كورن تجيب، نجيب يجيب، لو عندك سعد النهارده كان يجيب، واخد بالك، لو عندك كازارو كان يجيب بالدماغ، نظرا للظروف في فوارق، خلينا واقعيين يا محمد، خلينا في فوارق كبيره جدا، ازارو النهارده لو موجود عنده سرعه، عنده قوه، وعنده نسبه ثقه كبيره جدا، بيهدف فيها هداف الدوري عن جداره، حاجات كتيره جدا يا محمد، لكن المجمل التحصيلي بتاع اليوم النهارده احنا عملنا اللي علينا، احنا حاولنا، احنا رحنا، والناس ما تقلقش، انا اعتقد من وجهه نظري ان النادي الاهلي عن جداره بامر الله تعالى هيبقى اول المجموعه، مفيش افضل ولا احسن ولا اقوى ولا اقدر من النادي الاهلي فنيا. احنا على الرغم من تعادلنا النهارده على ارضنا، لكن الناس تطمئن والله العظيم، واحنا بفضل الله تعالى طالب طبعا كابتن، واحنا بنقول دايما المباريات اللي على ارضك بتكسب، لكن احنا عندنا امل ان شاء الله في المباريات القادمه، يعني عندنا ان شاء الله كامبالا مشكلته ان هو لسه خسران من تاول شيب النهارده 1-0، فهتلاقيه عايز يعوض، لكن احنا بقدراتنا مفيش ماتش سهل يا محمد، مفيش ماتش سهل بره ولا جوه، وبعدين خلي بالك معلش برضو احنا الحمد لله في النهايات كنا بنتفوق على الترجي، الترجي النهارده بدنيا ماتش برضو 2-1 بدنيا، لو طلع وقعوا كلهم بدنيا طول عمر بدنيا، خد بالك الترجي كان، انا شايف ان هو مش ده الترجي حتى بتاع السنه اللي فاتت خالص. كابتن عادل، خليني اقول لك نجاح الترجي النهارده كابتن في خروجه بالنتيجه دي متمثله في اللعيبه اللي انت كنت قلتها في بدايه اللقاء،